هذه السورة العظيمة سورة المطففين، فيها قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كم نحن بحاجة إلى أن نتأمل هذه الآية، يوم يقوم الناس. ولذلك سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم القيامة، يوم يقوم الناس، كل الناس يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم سماه الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم يوم القيامة، يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الواقعة، يوم ماذا الطامة، يوم الحسرة. سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة لأنه يوم عظيم. فحين تقرأ الآية القلب ويسمع قول الله عز وجل ليوم عظيم، أن أظن أن هذا من أعظم الزواجر ومن أعظم ما يردع المسلم ومن أعظم ما يذكره بالله عز وجل. وكم ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم من صور باسم هذا اليوم، يوم الواقع، سورة كاملة، الحاقة، القارعة، التغابن. ولذلك قال الله في آخر السورة ماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وقال عز وجل في السورة الأخرى: لمثل هذا فليعمل العامل. فالموفق السعيد من استحضر هذا المعنى، فإن مما يجعل الإنسان بإذن الله يثبت على هذا الطريق استحضار ذلك اليوم، استحضار عظمة ذلك اليوم وعظمة ما يكون فيه. سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم.